انطلق مشاهدينا الاعزاء. الله 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 الله، انطلق هذا الشوط. يا سلام يا سلام، وشوفوا شوفوا، نشهد انها مفاريد، نشهد انها اول مره تنطلق. اردت تهدئه منذ الانطلاقه، ما تعرف الانطلاقه، تهدي تهدي، وكلهم كل الكار المشاركه تتاخر، ولكن ارى الشجاعه والاندفاع في هذه اللحظات من في لمحمد بن علي المري على مقدمه الشوط. في تليها في المركز الثاني، هنا الهاربل عبد الهادي بن حبيشه النابت المري. ننتقل الى المركز الثالث، وهذا القدوم من حامله الرقم 5 اللي تتقدم هنا النويعسي ناصر بن راشد بن شابل المري، وتخطف مقدمه الشوط في هذه اللحظات. ايضا شعار غانم بن منصور السيف الخيارين على ظهر هذه البكرة اللي أول مرة تشارك، أتمنى لها التوفيق. ولكن شعار بن جهويل يتسلل، هذا شقراء أو عبد الله بن خميس بن سالم الغيلاني حظ ضيوفنا الأعزاء من سلطنة عمان الشقيقة، يخطف مقدمة الشوط. وأيضا أوه حرير 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 انصدم، شعار أخضر، شعار بكرة ناصر بن سعود، شكل ممتاز وأداء رائع من النجوم اللي تتقدم على المركز الثالث. يا سلام يا سلام، شعار غانم بن منصور على رابع المراكز وهل العوينة، ولكن أيضا وصول خطير على المركز الرابع للواعية، وعت الواعية لمتعب بن محمد بن حباب الهاجري، ولكن ما زال شعار بن شابل على مقدمة الشوط. ولكن حرير 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 مشاهدينا الأعزاء، وأيضا شعار بن شابل في تنافس قوي نويعس وحرير حرير. حرك يا أبو سعود، حرك حرير، ولكن بن شابل ما زال على مقدمة الشوط. والكاموخة قادم، الكاموخة قادم، الشاهينية، ولكن الهاربة الهاربة والنويعس وحرير. يا سلام حرير حرير والهاربة النويعس مشاهدينا الأعزاء، وشعار الكاموخة في تنافس قوي الشاهينية والنويعس. الشاهينية الشاهينية الشاهينية، الكاموخة مشاهدينا الأعزاء ينتزع هذا الشوط الحساس. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخة. المركز الثاني نويعس لناصر بن راشد بن شابل، المركز الثالث حرير ناصر بن سعود آل شافي، المركز الرابع المركز الرابع وصلت الوعي لمتعب محمد بن مسعود بن حباب الهاجري، المركز الرابع ولا الخامس؟ المركز الخامس رقم 10 ورقم 10 الواصله جار الله بن جهويل المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وتعرفنا في هذا الشوط على 5 بكار سبق، اتمنى لها توفيق في مستقبل الايام، ونتمنى لملاكها سعاده. شاهدنا حقيقه منافسه قويه وحضور شعارات عمالقة في هذا اليوم، شعار بن شابل وأيضا شعار بن دلاب وشعار غانم بن منصور وشعار ناصر بن سعود والعديد والعديد، وشعار الكاموخة والعديد من الشعارات التي حضرت، شعار أيضا بن جهويل وغيرها من الشعارات التي شاهدناها حقيقة في أشواط الصعوب ونافست على المراكز الأولى. أتمنى لهم التوفيق. هذا ملخص الشوط الماضي. الشاهينية من وين جيت من الكاموخة يا أخوي؟ الشاهينية اللي خطفت المركز الأول بتوقيت دقيقتين 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية، توقيت ممتاز. تهانينا لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخة المركز الثاني. النويعس اللي ما قصرت وأدت أداء كبير، دقيقتين 15 ثانية جزء 1 من الثانية. تهانينا لناصر بن راشد بن شابل المري المركز الثالث حرير، وأيضا حرير ما قصرت، دقيقتين 15 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك حرير ناصر بن سعود بن شافي، والتهاني موصولة لكل الفائزين بشكل عام.